هذا هو مستقبل الزراعة، هذا هو التطلعات اللي نحن بدنا نطلع عليها لكذا سبب. أول شيء للسبب اللي هو نحن ما بدنا يكون عنا اعتماد على الاستيراد، نحن بده يكون في عنا إنتاجية محلية على مدار العام، بغض النظر عن تغيير المناخ، بغض النظر عن المناخ، بغض النظر عن الشتاء برا، بغض النظر عن الفيضانات، بغض النظر عن الجفاف. احنا عندنا تقريبا في 4 جرين هاوس ننتج حوالي 4000 شتلة، 4000 تقريبا 4000 ثمرة في السنة، ونحن ياسين نزيد يعني، وياسين نثقف أصدقائنا على أساس أنهم يتعلموا نظام الزراعة المائية. إمارة دبي بوضع مستهدفات طموحة تحقيقها خلال الأعوام القادمة، بحيث ستقوم إمارة دبي برفع الطاقة الإنتاجية للإنتاج المحلي للمواد الغذائية في الإمارة بنسبة 15% لعام 2021، كما ستقوم بتعزيز تمكين التكنولوجيا في استخدامها في الإنتاج الغذائي بنسبة 30% نفس العام. تحرص إمارة دبي لتوفير مخزون استراتيجي دائم بمعدل 3 إلى 6 أشهر ل 21 منتج أساسي يستخدم كمنتجات أساسية للمستهلكين في الإمارة.